شعرت بحركة غريبة ورايا جدا، كأنه شخص جاي يمشي على كيفه. لما التفتت ورايا انصدمت وجمد الدم بعروقي. شفت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم يا أحلى وأجمل متابعين بالدنيا. وقبل كل شيء أريد من عندك تشترك لي بالقناة وتدعمني بلايك للمقاطع، وتحاول الشير لأي فيديو أم الفيديوهات أريدها من عندكم، يعني جاي نخاكم نخوة، لأن القناة على حافة الهاوية ما بيها مشاهدات نهائيا، وخاف عليها تنغلق لو يرجع من جديد اليوتيوب يحذف الفيديوهات اللي بيها. وقبل لا أبدأ بالقصة صلوا لي على الحبيب المصطفى وذكروا لي الله يا جماعة الخير، ويلا نبدي قصتنا لليوم. اسمي علي، وكنت أشتغل بمطعم وأرجع بالليل متأخر، لأن كان هذا المطعم أروح إلى من الساعة بالستة العصر ويظل لحد الساعة 12 وأرجع. وكان بذاك الوقت ماكو مواصلات، والسيارة كانت توديني مو لحد البيت بس على الشارع العام برا تنزلني. ويوم من الأيام وأنا راجع بهاي السيارة وماكو غير موظفين اثنين بيها أنا وواحد صفاني، والباقين كلهم نزلوا، هاي السيارة تعطلت بنص الشارع. ولما تعطلت بنص الشارع كان البيت ماتي قريب، وصاحب السيارة ظلنا واقفين وياه نحاول نشغلها بس ما قدرنا نهائيا. وطبعا صاحب السيارة قال لا تظلون يمي، أنا خابرت أخويا وهو يعرف بالسيارات وراح يجيني ويصلحها، وأنا مستحيل أروح الواحد من بيوتكم. توسلت بيه وقلت له أنا بيتنا قريب جدا منها، امشي وخلنا نقفلها، والطريق بالليل مشوفة يعني مو أمان، وكان الدنيا ظلمة جدا وصرنا بطريق يعني مقطوع. فنزلنا أنا وهذا الشخص قلت لكم من السيارة وبدينا نمشي يعني على اتجاه الشارع. ولما وصلت ودعته بنقطة انه أنا راح أعبر للبيت، وكان قدامي شارعين، وبهاي الشارعين كان أكو حديد بالنص وأكو جسر مال مشاة بس جدا بعيد. ما رضيت اروح يم الجسر مال المشاة واعبر الشارعين، قلت خلي اعبر الشارع ما طول ما موجود احد بالشارع. طبعا وانا جاي امشي وشغلت الضوء مال التليفون في سبيل من اعبر الحديد على مود لا اتعور، لان كان اكو حشيش وكان اكو يعني وسخ بهاي الجزرة الوسطية وخفت اتعور. فوانا مشغل الضوء على الارضية لقيت جنطة سودة صغيرة، والجنطة مبينة قديمة جدا وماطرة عليها الدنيا، يعني صار لها فترة بهذا المكان. المهم لما شلت الجنطة لقيتها ثقيلة، أخذت الجنطة وعبرت الشارع على الصفحة الثانية، وأنا جاي أمشي بالشارع متلهف أريد أفتحها وأشوف شنو بيها. فتحت الجنطة ولقيت بيها فلوس، ولقيت بعد ويا الفلوس قطعتين مال ذهب، كان محبس ومطعوج، وقطعة واحدة مال تركية يعني حلقة مال إذان. هن هذن الأشياء اللي كانت بيها، وكانت بيها عدة أوراق ما افتهمت شنن. طبعا أنا مباشرة أخذتها للبيت وحتى لأهلي ما قلت، وصعدت فوق حسبت الفلوس اللي بيها، كان يعني فلوس بداك الوقت وهواية مو قليلات. فقررت أنه أنا لازم أرجعهن الصاحب، بس بنفس الوقت شلون راح أعرف. فبديت أقلب بالأوراق اللي موجودة في سبيل ألقى صاحب الجنطة مثلا تارك رقم أو شيء. المهم وأنا جاي أقلب بهاي الأوراق كانت أوراق كلها تحكي على بيع وشراء، مثلا يعني فلان يطلبني كذا، وعرفت انه هاي الجنطة صاحبتها مرة ورجال، لان كانت مثلا ام محمد لها هالقد وما اعرف شنو يعني ودين وفلوس بياناتهم. المهم وبضمن هاي الاوراق قلبتها على ظهرها لقيت رقم. طبعا الرقم اللي لقيته انا مباشرة دخلت بالتليفون واتصلت عليه، لقيت الهاتف مغلق، واتصلت يعني على هذا التليفون تقريبا 10 مرات وبعدها نمت. ولما قعدت الصبح سولفت لأهلي على الشيء اللي صار، أبوي قال زين تسوي خاب على هذا الرقم وشوف منو صاحب الجنطة وانطيه إياه، لأن مال الحرام نهائيا ما يدوم، وذن يصير يوم القيامة عليك نار، وأكيد هسه صاحبهن محترق دمه عليهن. والواضح أنه من الأوراق اللي موجودة بالجنطة كلها أوراق مال دين وهاي الأمور، يعني هاي الفلوس مو بس مادة، هاي مال الناس. واتصلت عليه مرتين وثلاثة الصبح بس ما جاوب نهائيا. قررت ادز له رسالة واقول له انه اني لقيت الجنطة مادتك، او انت منو؟ انا لقيت جنطة بيها فلوس تابعة لك، بس ما قلت له الفلوس اللي بيها والذهب اللي موجود
به، وطلعت للشغل واستمر الأمر أسبوع كامل، لا أحد متصل علي ولا أحد داز لي رسالة. وبيوم من الأيام وأني نايم بالليل رن التلفون مالتي. ألو؟ قالت ألو، صوت مال بنية جدا ناعم وجميل. قلت لها أنا دزيت لك رسالة، أنت صاحبة الجنطة؟ قالت إيه أنا صاحبة الجنطة. قلت لها شنو الجنطة بيها؟ قالت فلوس بيها هلقد عددهن وبيها ذهب، والجنطة لونها أسود وضاعت من عندي بالشارع، وما أعرف أنا عبالي مباقت وسببت لي مشكلة بذاك الوقت. قلت لها الجنطة موجودة عندي وأني لقيتها. قالت صار الأمر هواي يعني فترة جدا بعيدة، فأنت وين لقيتها؟ فبديت أوصف لها بالمكان اللي لقيتها بيه، ما عرفت هذا المكان نهائيا. قالت هذا المكان أنا نهائيا ما رايحت له وما وصلته، شو وصل الجنطة لهناك؟ قلت لها المهم هسه لقيتها والجنطة موجودة عندي، تحبين تجيني تاخذيها؟ تحبين أني أجيب لك إياها؟ ضحكت ضحكة طويلة جدا وقالت خلاص الجنطة أنا مو بحاجتها، والفلوس اللي بيها مو بحاجتهم، والذهب مو بحاجته، هاي الجنطة اعتبرها هدية من عندي إلك. طبعا استغربت من كلامها وما عرفت شنو اللي أجاوب هي. وثاني يوم لما قعدت وسولفت لأهلي اللي صار وياي ما صدقوا بيه. أبويا قال لي اتصل عليها مرة ثانية. اتصلت عليها ولقيتها هم مغلق. قلت لها باح هم انغلق التليفون، والله العظيم البارحة حاجتني. طلعت له مدة المكالمة اللي حكيناها اللي هي أكثر من ربع ساعة أنا وياها. طبعا أنا ظليت حاير الفلوس وين أوديهن، وهل صدق انه هاي الجنطة مالتها وقالت لي اخذها؟ زين هي شلون عرفت المحتوى بالجنطة اذا مو جنطتها؟ المهم واستمريت النوبة 3 ايام وانا اتصل عليها مرة ثانية اكد عليها يعني الفلوس انطتني اياها ولا لا، لان بذاك الوقت انا كنت جدا محتاج الفلوس. وطبعا اتصلت عليها مثل ما قلت لكم ما جاوبتني ابدا. والمهم وانا نايم بالليل نفس الشي، اتصلت علي ودزت لي رسائل وبدت تحكي وياي بالتلفون الليل كله للصبح. استمرنا يوميا نحكي على هذا المنوال، وهي تقول لي الجنطة هدية وانت تستاهل. وبعدين اخر شي قالت لي بدي احكي لك حكاية واعترف لك بشغلة، بس توعدني انه راح تظل وياي وما تعوفني. قلت لها بس احنا ما بيناتنا شي على مود ما اعوفك. قالت اذا توعدني راح احكي لك كل شي. قلت لها اوعدك ونهائيا ما راح اعوفك ويوميا اتخابر. قالت لي انا انطيتك الجنطة هدية بس انت ما راح تقدر تشوفني نهائيا، وخلاص لهنا الموضوع والسدة. والجنطة مثل ما قلت لك هدية، ولا تظل تلح علي وتقول لي انت وين بيتكم وانا ارد اجيب الجنطة، لان انت ما راح تقدر توصلنا نهائيا. وقالت لي هسه صار الوقت انه انا اسد التليفون واروح. وهاي الفجر وقبل ما اسد التليفون قالت لي ارد اقول لك حكاية بعد ثاني. قلت لها شنو؟ كانت تقول لي انا حبيتك واحبك، وسدت التليفون بوجهي. طبعا انا بيج اللحظة طرت من فرحي وفرحت جدا، بنية وقلبها طيب وبدايتها خير، لقيت فلوس إلها وانطتني اياهن وذهب، ومثل ما قلت لكم المبلغ مو قليل وما حد يقدر يستهان بي. طبعا اهلي بذاك الوقت ظلوا يلحون علي ويقولوا لي انت الجنطة لازم ترجعها لاصحابها، وانا اخير شي قلت لهم راح ارجعها لاصحابها وخلص، دز لي العنوان مالته ومن راح اطلع للشغل اوديها. ابويا قال لي زين تسوي، وصدق اخذت الجنطه وياي وعلى اساس رجعت من دونها، بس انا لا، رجعت الفلوس للبيت وضميتهم وبديت اصرف بيهن واجيب الحاجات اللي احتاجها اللي هي من عندهن، واحكي وياها يوميا. دخلنا بعلاقه حب جدا قويه وعميقه، بس لحد اخر لحظه انا ما شايفها بس سامع صوتها، ومن اطلب من عندها اشوفها ما تقبل وتقول لي مستحيل اخليك تشوفني. ويوم من الايام وانا جاي اشتغل بالمطعم بالليل دزوا بيدي اكل يعني طلب لاحد الطاولات، ورحت اريد اودي الطلب لقيت واحد قاعد وهذا الشخص اعرفه ويا بنيه صديقي كان بالمدرسه وكان اسمه علاء. طبعا قلت له علاء شلونك؟ عرفتني طبعا مباشره، عرفني وبدينا نحكي انا وياه، وحطيت الطلب على الطاوله وبدا يقول لي انه انا تزوجت وهاي زوجتي. قلت له والله انا جاي اشتغل هنا، وبديت اشرح له الوضعيه اللي بيها اني، وبعدين ما حبيت ازعجهم لان احنا بمطعم. قلت له اريد رقمك، وانطاني رقم مباشره وقال خلينا نتواصل. وصدق اخذت رقمه وخابرته ثاني يوم
وقلت له استحيت يعني احكي وياك، وكانت وياك زوجتك، وبدينا نتبادل الحديث اني وياه لحد ما سألته سؤال. قلت له انت هسه شنو جاي تشتغل ووين جاي تشتغل؟ قال انا الحمد لله والشكر توظفت بشركة مال اتصالات. طبعا انا فرحت وبديت اكد عليه، اقول له صدق انت تشتغل بشركة مال اتصالات؟ قال ايش شبيك ليش هيك فرحان؟ قلت له انا محتاج شغلة جدا ضرورية من الشركة مال اتصالات ولازم اشوفك واحكي لك بيها. اتواعدنا انا وياه ثاني يوم بالمطعم اللي بشتغل بيه اني. اجا واكلنا انا وياه وجبة، وبعدها حكيت له بالموضوع، قلت له اني كذا وكذا عندي. طبعا ابتسم وضحك، قال انت بعدك بيك السوالف مال المراهقة، انت كبير شنو شو تسوي برقمهم؟ حتى اذا رقمها انت عرفتها من هي من الرقم مالها قابل، ايش راح تسوي؟ قلت له الموضوع جدا كبير وانا سولفت لك وقلت لك انا لقيت جنطة بيها فلوس وقالت لي اخذها وما اعرف شنو سر هاي البنية. قال لي الامر مال انه تعرف البنية منو عن طريق الرقم وعن طريقنا جدا سهلة، بس انا خايف من عندك، عندك غير نية وغير شيء. فبديت احلف له واقسم له واقول له انا ما عندي غير نية، بس اريد اندل بيت البنية واسأل عليهم، اذا طلعوا خوش ناس اخذ اهلي واروح اتقدم واتزوجها. طبعا ظل لي بابا علي، قال لي ترى الامر مو انت تشوفه بهاي السهولة، اذا واحد يريد يطلع رقم مال واحد لازم يروح لمركز الشرطة ولازم يطلبون دفتر البيانات اللي صار والمكالمات اللي صارت بيناتهم وليش جاي يطلبه، يعني تقدم دعوة. قلت له خدمني بهاي الشغلة. اخير شي وافق وقال لي باكر انتظر من عندي اتصال على الساعة بالثنتين الظهر، ترى اتصل عليك مرة واحدة لان اني يعني ما اقدر اطب لهذا القسم اللي يعرفون بيه الاشخاص، اني اقدر انا بس على المجيب مخليني يعني اجاوب على العالم اللي تستفسر. قلت له تمام ورحت وانتظرت ساعة ثنتين تجي بفارغ الصبر، وصدق اجت الساعة ثنتين واتصل علي وبدأ يقول لي هاي البنية اسمها فرح عدنان محمد من سكان المنطقة الفلانية وبيتهم بفلان مكان ورقم الدار هالقد والزقاق، انطاني العنوان كامل مكمل، العنوان حقيقي وحرفيا يبتعد عن البيت مالنا جدا، مو يبتعد عن بيتنا، يبتعد عن منطقتنا وعن المحافظة اللي انا قاعد بيها. وطبعا لما كنت احكي وياها كانت تقول لي انا اسمي جيهان وهسه الاسم الحقيقي طلع فرح، ما كذبتها وقلت احتمال هذا الرقم باسم امها او اختها او اي شخص تاني، بس المهم ان دليت بيتهم والعنوان بالمضبوط. المهم يوم من الايام رحنا اني وواحد صديقي، طبعا هذا صديقي كنت انا اسولف له كل اسراري واخذني وراح، هو كان عنده سيارة انا بذاك الوقت كانت ما عندي سيارة، ورحنا لهذا المكان ولهاي المحافظة والمنطقة. وطبعا هاي المحافظة اللي رحت لها اني كان بيها ضريح الأحد الأئمة، وعلى أساس رايحين نزوره. بعد ما رحنا ورجعنا لزيارة مرينا من يم الشارع هذا، بس الغريب بالأمر رقم الدار والشارع هذا لقيته ونفسه والزقاق نفسه، بس البيوت اللي موجودة هناك كلها قديمة، والبيت اللي أنا متقصده ورايح له البيت مهجور وحتى شبابيك ما بي، يعني تقدرون تقولون البيت عبالك مفلش أو شبه مفلش لأن لا بوب بي ولا شبابيك. طبعا استغربت وشون لحد الآن أكو بيانات بهذا الرقم. طبعا ظليت أدور يعني بالمنطقة وأريد أسأل لي أحد، بس أخاف أسأل أحد لأن ما أعرف المعلومات الكافية، ورجعت يعني لمنطقتي وأني محطم تماما لأن ما راح أعرف أي شيء، وهي قالت لي تضغط علي نهائيا. المهم قمت أحكي وياها يومية ونرجع نسولف طبيعي. اللي استغربته من عندها قالت لي انت ليش جاي تدور وراي وتسأل علي؟ قلت لها انا لان صدق حبيتك واريد اتزوجك. قالت اذا انت صدق تحبني وتريد تتزوجني تجيني لاي مكان اقول لك بيه؟ قلت لها اكيد. قالت لي لازم تجيني وحدك وما تجيب احد، تشوفني وتشوف اهلي. قلت لها واجيك وحدي، شو وقت ما تريدين اني اجي؟ باكر من الصبح اجي. قالت انا ما اريدك تجيني الصبح، تجيني بالليل لازم. قلت له وهاي هم الشغلة أقدر عليها. طبعا قلت له بس تزيلي الموقع مالكم. قالت لي شو وقت ما تشوف نفسك متحضر 100% يلا تقول لي، لأن بيتنا جدا بعيد وملازم ما تجيب أي أحد وياك. طبعا أنا بهاي الحالة شلون يعني ما أجيب أحد وياي؟ المهم قلت له وهاي الشغلة هم محلولة. المهم ورحت للشغل مالتي، ويوم من الأيام جهزت نفسي في سبيل اروح لها، وطلبت السيارة مع صديقي وقلت له اريد هاي السيارة من عندك ليلة كاملة.
قال لي سيارة هاي وما تنطي وانت تعرف. المهم وبعد مفاوضات انا وياه قبل ينطيني اياها، واضافة الى هاي انطيته فلوس مقابلها، يعني ما اخذت السيارة من عنده ببلاش. اخذت السيارة ورحت بيها وقلت لاهلي اليوم ابات بالمطعم لان اكو حفلة بالمطعم وما راح نقدر نعزل من وقت، وحرامات اجي، فراح ابات بالمطعم وانام وثاني يوم اجي لهنا. بس اني كذب، قلت من اخلص شغل من المطعم اروح عليها، وقالت لي ما ادزك الموقع الا تكون انت مخلص شغلك وترى اني راح اعرف. طبعا انا كنت دائما اشاقه وياها واقول لها انت هكر وانت مهكره تليفوني، لانه بات جاي اسوي اشياء بالتليفون تقول لي انت ليش هيك جاي تسوي. حتى من مره كنت طاب على يعني موقع اباحي قالت لي انت جاي تباوع افلام اباحيه، كانت كل شي تعرف عني. المهم وصعدت بالسيارة ورا ما خلصت الشغل بالمطعم وتوجهت على الموقع اللي دزته، وبديت امشي وهاي المناطق كلها اعرفها لحد ما وصلت الشارع عام جدا كبير وعريض، وبعدها لازم انزل على طريق ترابي، والطريق هذا نهايته راح يوديني تقريبا منطقة صحراوية او ما بيها ناس نهائيا. فقلت تمام انزل وما عندي اي اشكال، اريد اروح اشوفها. وبديت انزل انزل واتعمق اكثر واكثر بالطريق لحد ما وصلت مكان يعني مهجور تماما وموحش وما بي اي ضوء نهائيا، بس على ضوء السيارة شفت اكو بيت على جانب الطريق، والبيت قديم جدا يعني مبني من طين، وحتى السياج مالته من برا كان من سعف، والبيت قديم جدا وما بي اي اضوية، تقدرون تقولون مو بيت هن غرفتين. ظليت واقف بهذا المكان، وهي هاي النقطة الأخيرة رفعت التليفون وبديت أتصل عليها مرة ومرتين وثلاثة، بس ماكو أحد نهائيا يجاوبني. بعدها سمعت صوت يناديني من وراء السياج اللي مصنوع من قصب وتقول لي تعال ادخل لهنا، أنا موجودة هنا ولا تخاف ماكو أحد. كنت أسمع صوتها مباشرة، أنا رحت ودخلت من الباب. الباب كانت جدا بسيطة مثل ما قلت لكم، دخلت ماكو احد نهائيا، هذا المكان مهجور تماما، واني واقف واباوع على احد الغرف اللي موجودة شفت احد مثل اللي فات من قدام الغرف، وبعدها حسيت هواء من وراي على ظهري وهواء حار، وشعر جسمي بقشعريرة بذاك الوقت مو طبيعية. التفتت وراي مباشرة ما موجود اي احد، خلوا نفسكم من مكاني، المكان مهجور وانتو هيج لازم راح تخافون. ظليت افتر يمنى ويسر، وبعدها سمعت صوت مال اطفال تركض باحد الغرف واطفال تضحك وتلعب. قلت اكو احد هنا موجود، احد هنا يسمعني احد؟ قالت تعال ادخل شبيك خايف. طبعا بديت اتقدم على الغرفة ودخلت، واول ما دخلت لقيت بنية قاعدة على الارضية، والبيت كان فارغ، او هاي الغرفة اللي طبت لها كانت فارغة وما بيها احد غير بس هي قاعدة بالنص، وباوعت علي وابتسمت لي قالت لي انت رد تشوفني وطلبت واني اجيتك. قلت لها ليش انتو هنا نازدين وهذا المكان مقطوع؟ قالت هذا بيتنا من زمان جدا بعيد. قلت لها بس البيت جدا متهالك وتعبان ومطر وحار، شلون انتو تحامون نفسكم وانتو قاعدين بي؟ وحتى ضوء ما عندكم، وكان اكو ضوء بهاي الغرفة وهي قامت شعلته، والضوء اللي شعلته عبارة عن شعلة ما النار. طبعا لما شعلت هاي الشعلة انا كنت اسمع ناس موجودين بالغرفة بصفنا، قلت لها من اللي موجود هنا بالغرفة؟ قالت ذولا اطفال. قلت لها اطفال منو؟ قالت اطفال اختي. قلت لها امك وابوك وين؟ انا جاي على مودهم لان انا صدق حبيتك واريد الزواج. ابتسمت بوجهي وقالت انت من راح تعرف حقيقتي وراح تعرفنا ما راح تتزوجني، وانا ما جايبتك لهنا انا اريد اضرك. طبعا قلت له لا اتزوج ليش لا. قامت وقفت، ولما قامت وقفت انتبهت على رجليها، طبعا رجليها مال بشر هن، بس كانت الثوب اللي لابسته مو قصير، وانما من قامت وقفت الرفع باثناء الوقفه مالتها، واحتمال اني ما انتبهت زين، رجليها كان بيهن شعر يعني مثل جسم الحيوانات او رجلين الحيوانات. هنا انا قلت خلص هذولا جن اكيد، لان كنت اسمع اساطير عن الجن انه رجليهم تشبه رجلين الخرفان والماعز. طبعا خفت ووجهي صار اصفر وبديت اتلكئ وشعر جسمي كله وقف،
باوعت علي وقالت لي انت بعدك ما عرفت حقيقتنا وخفت هيج لعد لما تعرف ايش راح يصير بيك. وبعدها سمعت ضحكة مال اطفال، شعر جسمي كله وقف وقمت ما اقدر احكي وما اقدر اتكلم اي كلام. وبعدها التفتت وراي اريد اشوف ذول الجهال منو وجاي يسوون واريد اشوف شكلهم. التفتت قدامي ما لقيتها، وهنا أنا انصعقت من الصدمة اللي أني بيها. خفت وحاولت انه انا ارجع واطلع للسيارة، بس لما طلعت ما لقيت السيارة بمكانها واضطريت ارجع واطب للبيت مرة ثانية. لما طبيت للبيت دورت بالغرفتين ماكو احد نهائيا، والسيارة انسرقت. ورجعت برا طلعت وقلت السيارة ما تنسرقت اكيد، وذولا عصابة وهاي سوت نفسها عليها مثل الجني وسرقوا السيارة وراحوا. طبعا ظليت ألوم بنفسي وما أعرف شنو الشيء اللي أسويه بذيك الساعة، وبديت أصيح جيهان وينك؟ وأني واقف برا قدام الغرفتين اللي موجودات. جيهان إذا أنت موجودة اطلعي أريد أحاجيك، السيارة راحت ولازم ترجع، السيارة مو مالتي وأنا حتى ما عندي فلوس أدفع بمكانها. تعالي تعالي جيهان، بديت أصيح وأنادي بيها بس ماكو أي استجابة من عندها. ومرة واحدة شعرت بحركة غريبة وراي جدا، كأنه شخص جاي يمشي على كيفه. لما التفتت وراي انصدمت وجمد الدم بعروقي. شفت مرة كبيرة وطاعنة بالسن، مرة جدا كبيرة، وكانت تتوكى على عصا والعصا معكوفة وظهرها محني، يعني تقدرون المرة كل طولها نص متر من هالقد ما عمرها متقدم بالسن. قالت لي بصوت جدا خشن وبشع، قالت لي ايش عندك هنا وش طببك لبيتي؟ قلت لها اني جيهان دزتني، جيهان صاحتني. قمت ما اعرف احكي واخربط بالكلام، رفعت العصا علي وضربتني بالعصا. لحد الان اتذكر الضربة اللي ضربتني اياها، ضربتني على ايدي ضربة حسيت ايدي انشلت بساعتها، اريد ارفعها ما اقدر. وقالت اطلع من البيت، جيهان منو اللي جابتك هنا؟ وطلعت أركض من هذا البيت وأنا لازم إيدي بهاي الطريقة، حسيتها انشلت بداك الوقت وأركض وخايف. طلعت برا وألتفت يمنى ويسرى عسى وإن أشوف أحد يساعدني أو ألقى السيارة. وين راحت وشلون تحركت ما أعرف، وشلون ما سمعت صوتها من اشتغلت. مع العلم السيارة كانت مو حديثة، قديمة وإلها صوت من تشتغل. المهم بعدها ظليت واقف وأفتر داير ما داير البيت وأنا خايف، والمسافة جدا بعيدة على الشارع وحتى ماكو أي اتجاه طريق أسلكه. شفت كلب يباوع علي، وبعد هالكلب قام ووقف، ولما وقف شكله جدا ضخم كأنه أسد وعيونه لحد الآن أتذكر، خلى الرعب يدب بقلبي من هالقد ما مفتوحات وكبار كأنه أضوية اثنين. وإجا يركض علي بأقصى سرعة وكان يطلع زمجرة جدا مزعجة وقوية، وكنت أركض وعرفه راح يلحق بيه. بس الغريب بالأمر كأنه جاي يحذرني ويريد يطلعني من هذا المكان الآني دخلته. وبعدها وبأثناء الركض ماتي وما وقفت نهائيا، اتعثرت بشي أو بالأحرى شي لزمني من رجلي، هذا اللي حسيته. سقطت على الأرض وظليت أزحف، شفت خيال أسود طلع من الأرض وبدأ يتقرب علي وأني أزحف أزحف اريد ابتعد من عنده، وحتى قمت ما اقدر اقوم وايدي مضروبة وايدي الثانية تعورت ورجلي ما اعرف شنو اللي صار بيها. حسيت هذا الخيال موجود يمي، وبعدها هذا الخيال مثل اللي هجم علي او صار فوقاي. ولما صار فوقاي رغم انه الدنيا سواد بس قمت ما اشوف نهائيا قدامي، كأنه النفس بذاك الوقت انقطع والاكسجين قل عندي. وبعدها بشوية لقيت شخص جاي يصحيني ويقول لي انتش عندك هنا وش طببك لهذا المكان؟ باوعت عليه لقيت شخص كبير بالعمر ولابس هدوم عربية ويا جمل، والجمل كبير يعني بعير، اللي ما يعرف الجمل يعني والبعير هو نفسه. المهم بعدها قلت له اني تهت هنا بالصحراء وسيارتي راحت، وبديت احكي له. قال انت محتاج شي؟ قلت له اريد بس مي اشرب، فمد ايده بجيبه ما اعرف وين وطلع لي قنينه مال مي وانطاني اياها اشرب من عندها. كان ميها جدا طيب وعذب، قال لي انا راح اساعدك وراح اطلعك من هذا المكان.
باعوا عليه وقال لي تسلك بهذا الطريق وتظل تمشي ما تلوف لا يمنى ولا يسرى، وتظل طالع قبل راح يلاقيك الشارع. قلت له السيارة مو مالتي، وظليت احكي. قال سيارتك وين راحت؟ قلت له ما اعرف ما اعرف، يم بيت يم هيكل يم غرفتين من طين بنهاية هذا الطريق ما اندر. ظليت اركض وما اعرف شنو الشي صار لي وما اندلح. قال لي تمام هسه اني اشوف لك السيارة مالتك وين. ظليت ابوع عليه وقلت يعني شو راح يشوف لي السيارة؟ قلت له يا عمي انا ما ارد اتعبك وياي بس شو راح تشوف لي اياها؟ طبعا هو كان يعني من دار عن الجمل مالته ورجع باوع علي. لما باوع علي العيون مالته مثل اللي يتحول لونهن بسرعة وانقلب، يعني مثل اللي اشتعل انضوى وردا رجعا. شايفين القطط لما انت جاي تمشي بسيارة بالليل ويصير الضوء عليها انعكاس شوية ويروح؟ نفس الشي تماما. طبعا عرفت ذولا هم جن. طبعا من شدة الخوف بديت ارجع على كيفي، وقال لي لا تخاف انا ما جاي اذيك اريد اساعدك. قال لي وهسه راح اشوف لك السيارة مالتك وين. بعدها التفت على الجمل اللي بصفه وقال له تروح تفتر الصحراء كلها وما ترجع لي الا وانت وياك السيارة. بهالكلام هذا ظلينا واقفين بهذا المكان، وبعدها قال لي اقعد على الارض. طبعا قعدت وهو قعد مقابلي وبدا يحكي وياي. قال لي انا ما ارد اخوفك وما اريد اروعك، لان الرسول عليه افضل الصلاة والسلام محمد نهى عن ترويع المسلمين، وانت مسلم واكو ايمان بقلبك وجاي بهذا المكان تسوي خير وقرايتك من وجهك، ولو ما انت جاي تسوي خير بهذا المكان ما راح اساعدك وما راح اطلعك من هنا، وانت ترى جنت عند جن كافر، وهذا المكان اللي انت كنت موجود بيه ترى بيه شخص مدفون وميت، وبالاحرى موجوده مره مدفونه بهذا المكان. طبعا انا كل الكلام اللي جاي يقوله بس اريد السياره ترجع واطلع من هذا المكان، حتى اذا قال لي ما ارد اذيك. بس تخيل انت جاي تكلم واحد وهو معترف لك بنفسه وقايل لك اني جن. دعنا عن الأمور اللي جاي يسويها بإيده والحركات اللي ما تنوصف، والتجسيد مالته مو كامل، يعني كل ساعة يتغير بيه شي وملامحه تتغير. وبعدها أنا وياه جاي نحكي كان يقول لي خلص سيارتك جتي وصلت افتر وراك. باوعت وراي لقيت ضوء مال السيارة جدا بعيد. قال هاي السيارة إلك، راح أوصلك لحدها وبعدها أدليك على الطريق اللي راح تسلكه ولا ترجع لهنا نهائيا. طبعا بدأ يمشي وياي وكنت بس اريد اركض واصعد بالسيارة من الخوف. بنفس الوقت ايدي اللي كانت توجعني من الضربة اللي ضربتني اياها العجوز قال لي اوقف ولزمني من عدها، وبس لزمني من عدها ايدي كأنه طابت مباشرة وقمت اقدر احركها كأنه مسكن حط عليها مو ايدي، وقلت انا احتمال كانت مفسوخة او بيها شيء ورجعت لطبيعتها. وصلنا السيارة وبعدها قال لي طريق السلامة، اصعد بسيارتك وتتجه بهذا الطريق راح يلزمك الشارع الرئيسي، وبعدها وين تيجي تروح روح ولا تدخل على الصحراء مرة ثانية نهائيا، لان هاي الصحراء مسكن للجن الكافر والجن المسلم، وهاي المرة اعمالك والامور اللي تسويها انت شفعت لك، ثاني مرة احتمال ما حد راح يقدر ينقذك من الشي اللي راح يصير لك هنا. وياما ناس انفقدت بهذا المكان. صعدت بالسيارة مباشرة وشغلتها وانطلقت بأقصى سرعتي، وصدق وصلت الشارع العام اللي موجود. وبوقتها من هالقد ما انا دايخ مشيت عكس الاتجاه، وبعدين يلا تذكرت ورجعت ولقيت محطة بنزين على الطريق. طلعت المحفظة مالتي وعبيت بنزين بالسيارة، بوعت لقيت التليفون مالتي متكسر من كثر الوقعات اللي وقعتها من الخوف والرعب اللي صار لي. وطبعا بعد اسبوع من الحادث اللي صار لي بديت اشوف كوابيس بنفس المكان اللي كنت انا اروح بيه، وعرفت انه هاي الكوابيس من الخوف اللي صار لي وسبب لي. وطبعا مباشرة رحت وسألت احد على هاي الاحلام، وقال لي هذا نوع من الجن يجي يزعجك بأحلامك، ونوبات ترى حتى باليقظة يجيك، حافظ على أذكارك وصلاتك. ظليت محافظ على أذكاري وصلاتي بذيك الفترة، والصدق قامت ما تجيني الكوابيس. بس ورا فترة رجعت أريد أعرف السر مال التليفون ومال المرة اللي قال عليها ميتة، وبنفس الوقت ما راح أقدر أروح وأبلغ، يعني شو أقول لهم بالمركز؟ جني حاشاني وقال لي إنه أكو مرة هنا ميتة. المهم بديت أروح لهاي المحافظة اللي بيها بيت هاي البنية مرة ومرتين
لحد ما صاروا عندي أصدقاء هناك بذاك الحي. لما صاروا عندي أصدقاء سألت على هذا البيت وقلت لهم ليش هذا البيت مهجور. قالوا هذا البيت المهجور بنتهم انخطفت قديم جدا، وبرد ما انخطفت وما رجعت نهائيا، ما يعرفون بيها ميتة ولا عايشة. قرروا يعوفون البيت وعافوا البيت، وجو ناس قعدوا بيه فترة وما أعرف ليش عافوه، وإجا واحد غيرهم، وبعدها إجا واحد يعني باع مات البوب والشبابيك وعافه هيك هيكل، وهو اشترى وعلى أساس يهدمه ويسوي بمكانه عمارة، لأن مثل ما جاي يشوف أنت موقع البيت كان جاي على شارعين. وقلت خلاص لا راح أبلغ أحد ولا راح أروح الشرطة، لأن أعرف أنا راح أتأذى إذا رحت وبلغت، ولحد يومنا هذا الأمر مخفي ومبهم وما حد يعرف بيه. هاي القصة اللي وصلتني قصيتها عليكم، وأتمنى أنه تعجبكم وأتمنى أن تشتركوا لي بالقناة. وقبل لا أختم الحلقة، تحليلي أنه أنا الشخصي وتحليل الشخص اللي كتب لي القصة ودز لي إياها، أنه البنية هاي اللي هي نفسها اللي ميتة بهذا المكان ومدفونة، واحتمال الخاطفين كانوا مخليها هنا، واحتمال هاي رسالة من الجن حتى إذا كان كافر انه يوصل انه اكو شخص هنا ميت. بس صاحبنا وبطل القصة مالتنا ما يقدر يبلغ، لان هو يقول اني انسجن اذا رحت وبلغت راح يبلوني به، لان ما حد راح يصدق انه اكو جن يدلي احد عن جثة. طبعا هاي القصة حقيقية على لسانه هو 100%، وما اعرف بعد. المهم اريد رأيكم بالتعليقات ينكتب، وانتظروني غدا بقصة جديدة ان شاء الله.